من المثلجات المنعشه كنقترح عليكم مثلجه الياغورت بالفواكه الحمراء. بالنسبه للفكره ديال المثلجه بالياغورت هي فكره بسيطه جدا، كيمكن لكم تعاودوا تشاهدوا معنا الحلقه اللي خصصنا للياغورت واللي حضرناه هنايا في الكويسات واستعملنا معاه المربى ديال الفواكه. فاحنا كناخذوا نفس الفكره ديال تحضير الياغورت وكنديروا الياغورت كيوجد غير هكذا في واحد الاناء وكنخليه حتى كيتجمد وكيكون بحال هكذا. غادي ناخذوا منه 350 غرام. كناخذوا الفواكه الحمراء المتوفره عندنا في السوق. انا بالنسبه لي اليوم غادي نستعمل الفاكهه ديال التوت، خديت منها 150 غرام. وغادي نستعمل الفاكهه ديال لي ميرتي، بطبيعه الحال غادي نحتاجوا للسكر، وهذه هي المكونات اللي عندنا بها الغرض. غادي ناخذوا اولا الياغورت، والوصفه ديالو الا غادي تلاحظوا معي بسيطه جدا. هنا درنا الياغورت كنضيفوا عليه السكر وكنحاولوا اننا نذوبوا السكر مع الياغورت. كنذكر ان الياغورت اللي انا مستعمله هو يوغورت طبيعي. دابا غادي نفرغ عليه الفاكهه الحمراء، سواء التوت او الفريز او الكرز، يعني الفاكهه اللي هي متوفره عندكم اللون ديالها احمر. كنديروا منها 150 غرام وكتكون طحنات هكذا بلا سكر. يا سلام على هذا اللون شحال زوين، وكيف الريحه اللي خارجه هكا ديال التوت شحال غزاله. خلينا الخليط ديال الياغورت مع التوت حتى برد واحد المده ديال 6 ديال السوايع. كنجيبوا الاله الخاصه واللي خليناها باتت لمده 24 ساعه في المجمد حتى ولات هكا مجمده، كتشوفوا معايا هذا الثلج. فهاد الاناء هذا ملي كيدخل المجمد كله الداخل ديالو تيتجمد. دابا هنايا فرغنا الخليط، غادي تلاحظوا معايا انه بمجرد ما كنفرغوا الخليط كيبدا كيتجمد، شوفوا معايا، لان الاله راها بارده، فبالتالي ها هو دا لصق على طرف او الجناب ديال الماكينه. الا ما عندكمش هاد الماكينه كيمكن لكم تعاودوا تشاهدوا الحلقه درنا ديال المثلجه تاع تخيزو، حضرناها بالليمون ونسمناها بالماء ديال الزهر وكذلك القرفه، واستعملنا فيها الطريقه الكلاسيكيه ديال الطراب الكهربائي. صافي كنخليو هكذا الاله خدامه حتى كيتجمد المثلجه. دابا انا استعملت الفريز، ومن بعد حيت غادي نزيد الحبيبات ديال لي ميرتي اولا ديال البلوبيري، فغادي نضيف المربى ديال لي ميرتي. هذا كيعطي لي واحد الحلاوه وتيعطي لي واحد التعليكه لذيذه في لاكلاص بحال الشكل ديال الكراميل. فغادي نعملو هكا، ودير بحال اون جولي. غادي نضيف الحبيبات ديالي ديال لي ميرتي. يا سلام هادو تيجيو من بعد مجمدين وكيبقاو هكذا كيطرطقوا، تيجيو لذات بزاف. اذا ما بقى لي والو، دابا كملت التحضير ديال المثلجه، غادي نخليها حتى غادي تجمد وغادي نتلاقاو باش كنشوفوا الطريقه ديال التقديم ديالها. الكؤوس اللي غادي نقدموا فيها المثلجات كنخليوها بطبيعه الحال في المجمد واحد الساعه قبل ما كنزلوا فيها المثلجه، اللي كنزوقوها باش كنقدموها بشويه ديال الفاكهه اولا بالعصير ديال الفواكه كيكون مطحون مع شويه ديال السكر.